خلينا نروح لموضوع تاني، وخليني أقول إن شركة Peace Are Egypt بتستعد، يعني شركة Peace Are Egypt المنظمة للبطولة لإطلاق بطولة Motor Week بتستعد بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وتحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ضمن فعاليات مهرجان العالمين الجديدة تحت شعار العالم عالمين، وفي الفترة من 16 أغسطس وحتى 24 من أغسطس بمدينة العالمين الجديدة. تتضمن البطولة 12 سباق مختلف وبيشارك فيها أكتر من 300 متسابق في جميع المنافسات، عشان بكده يكون ده الحدث الأكبر المجمع واللي هيتم تنظيمه في مصر والشرق الأوسط. في الحقيقة البطولة بتهدف ليه أن تكون أكبر تجمع لرياضة المحركات في المنطقة، حيث أن بطولة موتور ويك بتجمع ما بين أنواع مختلفة من السباقات في حدث واحد، وهو ما يحدث للمرة الأولى في مجال سباقات السيارات في مصر. معانا دلوقتي أستاذ محمد شومان مدير العلاقات العامة لشركة Peace Are Egypt المنظمة لبطولة Motor Week. يا مساء الخير عليك. مساء النور، ازيك يا فندم؟ ازي حضرتك. يعني وعايزة أعرف أنه نادي سيارات يمكن أعلن عن في إطار طبعا احتفال بمئة عام من تأسيسه، إيه طبيعة سباق Motor Week؟ احكي لنا أكتر، إيه المتوقع أن احنا نشوفه في مهرجان العالمين من Motor Week؟ هو موتور ويك احتفال كبير لرياضة المحركات في العموم. احنا في اول سنة دي النسخة الثالثة منه. السنة بدأنا بخمس سباقات بس ويكند واحد، السنة اللي بعدها عملنا سبع سباقات. السنة دي ان شاء الله على مدار 10 ايام في التواريخ اللي حضرتك ذكرتيها هنعمل معرض عربيات باذن الله، هيبقى متاح مدة الايفنت كله. السباقات اللي هتبقى موجودة منها رالي في الصحراء، منها سباق جت سكي، منها سباق على الكورنيش، سباق سكيد جوه مدينة العالمين نفسها ما بين الثورز وحوالين اللاجون، فهيبقى في سباقات كتيرة مختلفة لكل الناس وكل الأعمار. يعني أي حاجة بتتحرك بموتور هي دي هيبقى ليها سباق، لو أنا فاهمة صح؟ مظبوط يا فندم. أوكي، يعني جت سكي، المراكب، العربيات، الدريفتس، كل الكلام ده جوه موتور ويك. بالظبط، هي هتبقى يعني رياضة المحركات عشان لكل الأعمار وكل الناس اللي مهتمة بالعربيات والمحركات في العموم. طيب السباق ده بيتضمن محاولة لكسر، خليني أقول الرقم المسجل في موسوعة جانس، هل تتوقع إن فعلا الرقم ده يتكسر في العالمين؟ يعني إحنا بنتمنى إن شاء الله يا فندم. هو مش هيبقى سباق، التفاريد هتبدأ من القاهرة بإذن الله متجهة إلى مدينة العالمين وتنتهي في مدينة العالمين. الرقم القياسي بتاع جينيس المفروض يتكسر إن شاء الله، هيبقى في حجم أو طول المسافة المقطوعة من القاهرة إلى مدينة العالمين أو متجهة لمدينة العالمين، وإن شاء الله عدد المشاركين فيها من موتوسيكلات وعربيات وأنواع عربيات مختلفة وأنواع موتوسيكلات مختلفة. ان شاء الله يعني نكسر الرقم ده. وعايز اسالك، هل في دول مشاركه مختلفه؟ يعني احكي لي عن عدد الدول المشاركه. عدد الدول المشاركه حتى الان احنا بنتكلم في حوالي 15 دوله او اكتر شويه. احنا السنتين اللي فاتوا كان عندنا برضو دول مشاركه مختلفين، وكان عندنا زملاء لطاف جدا من ناحيه عمان والاردن وكذا دوله اخرى، ولكن السنة دي بدأنا نعزم ناس أكتر، والحمد لله الإيفنت ده عشان ده النسخة الثالثة منه فبدأ يجمع شعبية أكبر في الوطن العربي، فالناس بقت مهتمة جدا بإن يعني فعالية زي دي بتتعمل في مدينة العالمين، غير إن مدينة العالمين برضو بتجذب ناس كتيرة من الدول اللي حواليها. نشكرك أستاذ محمد شومان مدير العلاقات العامة لشركة Peace Are Egypt المنظمة لبطولة Motor Week. نشكرك.